من بيروت ننتقل إلى لاهاي لمتابعة جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. أن تنتقل إلى الصفحة الثانية من إفادة الشاهد القادري. قبل أن تواصل أريد أن أعود إلى مسألة منح الوثائق أرقام بينات. فهمت أن هذه الإفادة هي إفادة بموجب المادة 155 ويتم القبول بها كدليل. أسأل الادعاء، هل يمكننا أن نعطي رقم بينة لهذه الإفادة قبل أن تقوموا بتلاوة ملخص عنها لاحقا؟ I believe it's P50, page 50. السيد ميلن، نعم يمكن أن نعطيها الرقم P50. وأتحدث تحديدا عن الوثيقة رقم 2494 وفقا للمادة 91. القديري، إذا منحت الرقم P50. السيد إدواردز، بالنسبة إلى الفقرة التاسعة من إفادة الشاهد. كان السيد شري قد قال لك أنه كان هناك 28 كاميرا تغطي صورا في النفق، 12 كاميرا تغطي حركة السير في النفق من فؤاد شاب إلى منطقة السان جورج، أي بعبارات أخرى السيارات المتجهة شمالا، وبعبارات أخرى كاميرات المراقبة التي استعرضناها مع غرفة الدرجة الأولى، وباتجاه الجنوب أي من منطقة السان جورج باتجاه محور فؤاد شاب كان هناك 10 كاميرات تصور حركة السير في هذا الاتجاه. جواب نعم على حد ما أذكر. بالإضافة إلى ذلك، وهنا أنتقل إلى الصفحة الثالثة بالإفادة باللغة الإنجليزية، إذن كان هناك كاميرتان إضافيتان تغطيان حركة السير في النفق باتجاه الجنوب. الجواب نعم. أنتقل الآن إلى الفقرة الثانية عشر من إفادة الشاهد في الصفحة الثالثة. أخبرك السيد شري أنه حمل الصور التي التقطتها الكاميرات عشية أو مساء 14 من شباط فبراير وسلمها إلى السلطات اللبنانية. رأيت فترة قصيرة أو يقول شاهدت فقط مدة قصيرة من أشرطة الفيديو لذلك النهار، ربما 30 دقيقة حوالي وقت الانفجار. أهذا صحيح؟ أجواب نعم. ثم يواصل قائلا، وكان ذلك لمنطقة النفق الممتدة من سان جورج إلى فؤاد شاب ومن فؤاد شاب إلى سان جورج. جواب نعم. سؤال، ولكن عندما تم الحصول على هذه الإفادة من السيد شري، هل فهمت أنه راقب اللقطات لحركة السير في الاتجاهين شمالا وجنوبا؟ جواب لا أذكر، من الأرجح أنني استفسرت عن ذلك. السؤال، هل هذا يبدو منطقيا بالنسبة إلى الفقرة الفرعية 12؟ نعم. سؤال، في الفقرة الفرعية 13 في الصفحة الثالثة قال إنه أعطى السلطات كل شيء أو كل أشرطة الفيديو التي حملها، إذن سلمها إلى السلطات.
وقد سلم أشرطة الفيديو الأصلية من جميع أجهزة الفيديو في التابعة لجميع الكاميرات. جواب: هذا ما فهمته. فلنضع إفادة السيد شيري جانبا لأنك بعد ذلك وصلت عملك وقمت باستعراض أشرطة الفيديو لكاميرات المراقبة التي كانت بحوزة مكتب المدعي العام للنفق. هل أمامك ملاحظات تقرير ملاحظات المحققين بتاريخ 3 شباط فبراير 2011 وكنت أنت شخصيا من قمت بإعداد هذا التقرير ورقم هذه الوثيقة بموجب المادة 91 هي 200491، أما رقم التسلسلي فهو 601-8700 وصولا إلى 601-98703. القادرة: هل تريد أن تعطى هذه الوثيقة رقم بينة؟ جواب السيد إدواردز: ربما لاحقا. القادرة: ربما من الأسهل أن نعطيها رقم بينة الآن بما أنها معروضة على الشاشة. إذا نعطيها الرقم 2 أو 2D2. نعم، الشهيدة: هل ذكرت تقريرا بتاريخ 3 شباط فبراير 2011؟ جواب: نعم. الشهيدة: لا أعتقد أن هذا التقرير أمامي، امنحني بعض الوقت لأبحث عنه. السيد إدواردز: أعتقد أن السيد ميلن ربما لديه نسخة ورقية. السيد ميلن: لدي نسخة ورقية من هذا التقرير، إن كان ذلك يساعد الشهيدة. السيد إدواردز: هل تتعرفين إلى هذا التقرير وعنوانه ملاحظات المحققين؟ الجواب: نعم. بالعودة إلى الفقرة الثالثة من الصفحة الأولى من هذه الوثيقة بالنسخة الإنجليزية، قلت إنك وضعت هذه الملاحظات ضمن سياق محدد وأشرت إلى المقابلة مع حسين شري وأشرت إلى أنه بعد مراجعة إفادته تبين أنه زود السلطات اللبنانية بتسجيل للسير عبر النفق في الاتجاهين من وإلى منطقة سان جورج. الجواب: نعم. هل أن ذلك يساعدك على فهم ما قاله لك عندما استجبته في شهر أذار مارس من العام 2010؟ الشهيدة: لا أذكر ما الذي قاله آنذاك، ولكن وفقا لملاحظاتي هذا ما يبدو أنه حصل. جواب: نعم، هذا منطقي. نتيجة لذلك طلبت مزيدا من المساعدة أو وجهت طلبا إضافيا من المساعدة إلى السلطات اللبنانية في 11 كانون 2 يناير 2011، وهذا ما نراه في الصفحة الثالثة من وثيقة أعددتها بعنوان ملاحظات المحقق. ويبدأ تبدأ الفقرة بتاريخ 11 كانون 2 يناير 2011. هل يمكنك أن تذكرين ما كان هذا الطلب بالمساعدة؟ جواب: نعم، أذكر هذا الطلب، لا أذكر التاريخ ولكن أذكر الطلب.
السيد إدواردز أقرأ أقتبس بتاريخ 11 كانون الثاني يناير 2011 أرسل طلب بالمساعدة يحمل الرقم RFA 2011 شريطة RFA 0006 شريطة LEB شريطة JOB وكان هذا الطلب موجها إلى السلطات اللبنانية طلبا للحصول على أي تسجيل بحوزتها لأشرطة كاميرات المراقبة لحركة السير من شمال النفق باتجاه الجنوب. نعم سؤال. ونتج عن هذا الطلب رد من قبل السلطات اللبنانية في الفقرة التالية أقتبس بتاريخ 26 كانون الثاني يناير 2011 وصل رد وكان هذا الرد يتضمن 6 أقراص مدمجة تحتوي على تسجيلات فيديو صح؟ الجواب نعم. سؤال وقد استعرضت هذه الأقراص المدمجة جواب ليس بكاملها ولكن بعض الأماكن منها. سؤال هل أنه نتيجة الاستعراض توصلت إلى التالي إن السلطات أرسلت لك أشرطة فيديو كنتم تمتلكونها؟ جواب نعم على حد ما أذكر. وبعبارات أخرى هل يمكننا أن نقول التالي أنك طلبت من السلطات اللبنانية أشرطة فيديو تصور حركة السير من الشمال إلى الجنوب وهم ردوا بإعطائك صورا لحركة السير كنت قد كانت بحوزتك أي من الجنوب إلى الشمال؟ جواب الشاهدة نعم. I dare say that that didn't satisfy your السيد إدواردز بالتالي أنت لم تحصلي على معلومات كما طلبت منهم. الجواب لا على حد ما أذكر أنني طلبت وجهت طلبا آخر ربما ليس مذكورا في هذا التقرير ولكن أذكر أن وجهت طلبا آخر. السيد إدواردز هل يمكنك أن تتذكري متى وجهت هذا الطلب التالي؟ الجواب في الواقع بعد الحصول على الأشرطة أو الأقراص المدمجة الستة وربما بعد أن قمت بإعداد هذا التقرير خصوصا أنني لم أذكر هذا الطلب الثاني في هذا التقرير ولا حد ما أذكر كنت قد عملت على إرسال طلب للمساعدة يشير تحديدا إلى أننا نريد أشرطة فيديو لحركة السير من الشمال إلى الجنوب عفوا من الجنوب إلى الشمال وأنني تلقيت صورا لحركة السير من الشمال إلى الجنوب وهذا ما كنا قد حصلنا عليه. إذن هذه ليست العبارات تحديدا ولكن هذا كان فحوى الطلب الثاني الذي وجهته إلى السلطات. السيد إدواردز هل تلقيت ردا من السلطات اللبنانية على هذا الطلب الثاني؟ جواب على حد ما أذكر كان هناك رد من السلطات اللبنانية بأن هذه الأشرطة غير متوفرة أي أنه لم يكن هناك أشرطة فيديو بحوزة السلطات اللبنانية لحركة السير من الشمال إلى الجنوب. يجب أن أعود إلى سجلاتي أو لسجلات مكتب المدعي العام ولربما تكون السلطات قد أرسلت لي مجددا نفس الأشرطة الفيديو تصور حركة السير من الجنوب إلى الشمال. في نهاية المطاف يمكن أن أقول أنني لم أحصل على هذه الأشرطة من السلطات اللبنانية على حد ما أذكر. السيد إدواردز بما أن هذه الطلبات قد وجهت منذ فترة من الزمن وبما أنك قد تكوني غير قادرة على تذكر ما حصل بدقة أعتقد أن القاضية بريدي لديها سؤال. القاضية بريدي أريد
توضيحا سيد إدواردز، هل أنت تتحدث عن الجنوب والشمال والشمال والجنوب، هل تتحدث عن نفس الجزء من النفق؟ To the best. الشهيدة، على حد ما أذكر، أعتقد أن الطلب الثاني كان قد حدد الاتجاه من منطقة سان جورج باتجاه فؤاد شهاب. السيد إدواردز، بالاستناد إلى الملاحظات التي وضعتها بالتقرير 3 شباط فبراير 2011، من الأرجح أن الطلب الثاني وجه بعد إعداد هذا التقرير. Were you ever able to ascertain؟ هل تمكنت يوما من أن تؤكدي ما المقصود به؟ رد السلطات اللبنانية عندما قالت أن هذه الأشرطة غير متوفرة، جواب: أعتذر، أنا لا أذكر ما هي العبارات التي جاء فيها الرد اللبناني، وبالتالي لا أستطيع أن أعلق على هذا الموضوع، ولكن ما أعرفه هو أنني لم أتابع هذا الموضوع، إذا كان هذا هو سؤالك. هل سيد إدواردز، هل قلت لنا لما قررت أن تتوقفي عن دراسة هذا الموضوع؟ الجواب: أعتقد أنني أذكر أنني ناقشت الموضوع آنذاك مع المسؤولين عني، مدرائي، واتخذ قرار بأنه لا يمكننا إلا أن نطلب السلطات اللبنانية، ولكن لا يمكننا أن نجبرها على تسليم الجواب، وأنه علينا أن نقبل بأي رد تتقدم به السلطات اللبنانية. السيد إدواردز، لا يمكننا أن نستنتج إذن أن السلطات اللبنانية لم يكن بحوزتها أشرطة لحركة السير من الشمال إلى الجنوب. جواب: ربما كانت الأشرطة بحوزة السلطات اللبنانية وما عادت بحوزتها، لا أعرف. السيد آين إدواردز، بالاستناد إلى المعلومات التي زودك بها السيد شري، جواب: كان لدي أيضا معلومات أخرى، هل تسمح لي بأن أشرح؟ الجواب: نعم. جواب الشاهدة: أعتقد أنني شرحت في تقريري في 8 نوفمبر الذي كنا نناقشه. في الواقع تلقيت رسالة من السلطات اللبنانية تشير إلى أنها تلقت شريطين من نوع VHS من الشركة المشغلة لكاميرات المراقبة للنفق. وبما أن الشريط أحد الشريطين كان يتضمن صورا لست كاميرات، فلو كان الشريط الثاني أيضا يتضمن تسجيلات لست كاميرات، لا يزال هناك إذن جزء ناقص من الكاميرات غير مشمول في هذين الشريطين. لا أعرف ما إذا كان السيد شري قد أخطأ في تحميل هذه الأشرطة، أو أم أن السلطات اللبنانية ربما أخطأت في ردها. Ms. Fraser. سؤال: السبب الذي يدفعني إلى طرح هذا السؤال هو أنه بالاستناد لما قاله السيد شري في إفادته، لقد شاهد عشية 14 شباط فبراير على ما يبدو الصور أو أشرطة لحركة السير من الشمال إلى الجنوب، وقام بنسخها وأعطاها للسلطات اللبنانية. هذه النقطة التي أحاول التطرق إليها. الشاهدة: نعم. سيد إدواردز، وعلى الرغم من طلب ذلك وهو طلب منطقي، لم تستلموا هذه الأشرطة. الشاهدة: نعم، صحيح. سؤال: وحتى هذا اليوم هذه الأشرطة ليست، أو مكتب المدعي العام ليس بحوزته هذه الأشرطة. الجواب: ليس على حد علمي. سؤال:
ولأكون أكثر دقة، عندما تركت عملك في مكتب المدعي العام كانت هذه الأشرطة الناجمة عن كاميرات المراقبة ليست بحوزة مكتب المدعي العام. الشاهدة: ليس على حد علمي. سؤال: تكررين ليس على حد علمي، ولكن أعتقد أنك أنت في الموقع الأفضل لتعرفي ما كانت الأشرطة بحوزة مكتب الإدعاء، صحيح؟ الشاهدة: نعم، في ذلك الوقت نعم كنت في موقع يسمح لي بمعرفة ذلك. سؤال: هل جرت محاولات للحصول على المزيد من الإيضاحات من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول إمكانية وجود هذه الأشرطة لحركة السير في الاتجاه المعاكس؟ جواب: لست متأكدة كيف من الممكن القيام بذلك نظرا وأن لجنة التحقيق لم تكن موجودة آنذاك وفي ذلك الوقت، ولكن هناك بعض الموظفين الذين كانوا يعملون في المحكمة الخاصة بلبنان كانوا قد سبق وعملوا مع لجنة التحقيق الدولية، وقد طرحت عليهم الأسئلة على حد ما أذكر، طرحت أسئلة على موظفي الأدلة الجنائية وموظفين آخرين قد يكونوا على علم بهذه المعلومات، وهذا أمر معظم الناس لم يكونوا على علم به. سؤال صح، ولكن بصفتك محققة تتمتعين بالخبرة، هل يمكن أن تقولي أنك كان لديك أشرطة أو أن الأشرطة تحركت سير من الشمال إلى الجنوب تشكل أدلة مهمة؟ جواب: نعم ممكن ذلك. سؤال: أعود إلى النقطة التي طرحتها في السؤال السابق، أيضا بصفتك خبيرة محققة تتمتعين بالخبرة، أنت تدركين أن هذه الأشرطة كان من الممكن أن تكون مهمة، وكان من الممكن معرفة ما إذا كان هناك كاميرات مراقبة للموقع على طريق ميناء الحصن غرب نقطة الانفجار أو موقع الانفجار. جواب: نعم هذا صحيح. سؤال: سوف أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذا الموضوع. أرجو منك أن تصبري لفترة قليلة. أود أن أعود إلى التقييم الذي قمت بإعداده فيما يتعلق بالسيارة أو السيارات التي تظهر في كاميرات المراقبة، أولاً من الكاميرات في نفق سليمان فرنجية، وثم كاميرات الفينيسيا، وثم كاميرات مصرف الـ HSBC. Stay with me for a moment. سيد أدوردز، أرجو أن تصبروا قليلا. Just give me for a moment. أه.
السيد إدواردز، هناك صفحات مفقودة من أسئلة الاستجواب المضاد التي كنت أرغب بطرحها، ولدي شعور حول المكان الموجودة فيه، وسوف يتطلب ذلك مني إعادة طبعها، وقد يستغرق ذلك 3 إلى 4 دقائق. هل يمكن أن أطلب من الغرفة أن ترفع الجلسة 3 أو 4 دقائق حتى أحضر نسخة جديدة عن الأسئلة؟ Is there something else we can go on with while Mr. Edwards? القادري، هل هناك أمر آخر يمكن أن نقوم به بينما السيد إدواردز يحضر ملاحظاته؟ إذن سوف نرفع الجلسة 3 دقائق. تفضلوا بالوقوف. Okay.